كما زادوا في الاسانس زادونا في الاسئله وهكي وهكي يا لا لا قالش حيدوا لي في اي بي من جيبي الاولى ولكن العاب في التليفون اخويا نكذب عليك هاد الدجاج هذا قال لك السي جي قال لك السي جي التزوجات هادو والسلالة نقية شوف لي انت سلالة نقية ولا ماشي سلالة نقية سلالة نقية وكاتبينها لينا ورا ما فهمناهاش حنايا يلا سلالة نقية دجاجة تجوجت بدجاجة هي ما ولدت دجاج قال لك انت قرا قال لك قرا انت الدجاج اش دار كي طرا داك الشيء قول في الله المهم ما علينا بلا تدور الورقة دور لي الورقة هاك شوف هاد الشيء تاع ما الله ما عرفنا هادشي بالله شنو هو بالله العلي العظيم فاش دوزتي امتحان اخويا دوزنا في ليكونومي ور الكاميرا اي تتصل ورقه اخويا نتفرق فيهم تتصل ورقه في اقتصاد هي قول لنا شنو دوزتي كيفاش دوزتي امتحان ما جيش تدوز امزاز الله يخطفك الحق اخو امزاز من الاخر اخو حطونا 13 الورقة سبعات لي زانكس في الورقة وحطونا هاي هي سميتو ما نزرها حسد خويا احنا مزرعة انا ما فهمتي والو المدرسة هادي اخويا اش بنقول لك ما كاينش تكافؤ الفرص بعدا كي اللي تينقل كي اللي ما تينقلش بنادم مدخل العدسة نقول شي مزيرين وشي طالقين وبطار جديد جايين معولين الاساسي دابا يتعاملوا معنا حيت ضامنا معاهم حنايا نهار طرا لهم هذاك المشكل ضامنا معاهم ما عقلتش علينا شي واحد اسد كي اللي تعاملوا كي اللي لا كي اللي تعامل كي اللي لا بطار جديد كاين شي اسد ما عقلش معنا البارح شي وحده يلاه الا شي وحده واقفه تشوفها حطنا النقله ويجي الموجه يتحيد عليا قالت لي سير اخا ما تشتش نضربك لا شبيتي انا حنا تواضعنا معاهم كاع ما تعاملوا معنا دوزنا امتحان في الانجليزي تبارك الله عليك فهمتي سبيك انجلش انا باش خافتش عليا قول لنا شي سؤال عطاو عليكم في الانجليزي باقي عاقل عليه عطاونا اولا عطاونا كتب سميتك كنيه صافي هادشي اللي قلت جمله بالانجليزي بيكوز امتحان في الانجليزي اييه قول لينا باللونجلي شنو دوزتي؟ ما تنعرفش اللونجلي انا ما دوزتهاش مزيان والو كاع والو من نجيبو فيها شي اربعه ولا شي ثلاثه اي لوف ما يسيش قول لينا غير جمله بسيطه ما نعرفش اللونجلي كاع ما مذكوره في القران بعدا الله يفاق هذا ما دوزتيش هذا ما دوزتيش هذا ما دوزتيش مشى عليا الحال انايا مشى عليا الحال الله يفاق ما دوزتش اللونجلي وسيونس مشى عليا الحال واجد كنتي موجد ولا كنتي درتها بيا لا لا بنت الحرام دابا بلاص ما نجلي زالهم كثار درت غير وحده يلا سير الله السيونس دازت في المستوى كانوا اسئله مركبه شويه فنا ما نخافوش معنا استاذ بدر تحيه الاستاذ بدر استاذ جواد استاذ سيمو جي بي اس جروب تعاملوا بحراسه لا لا جي جلي تنشي داروا معكم المعامله شويه لا احنا ما جايينش باش نخلو عندنا سيمو حسين لا احنا كنخلو بالنسبه صاحبي اول حاجه هي جي ماكم كاب احنا مراكش لا اله الا الله وبالنسبه للفرض هذا داز الله الا داز الزين هذاك الشيء انا قلت لك هي الصراحه انت غادي تجي ولا ما غاكش تجي تقول له ديما كوكاب حيت عزيز عليهم داز الكلمه ديما كوكاب يا صراحه انه قلنا بالوريقات وداز هذاك الشيء زوين درنا لي صوتنا الوريقات ولكن ما هضروش معنا ولا الحمد لله نوليو مقدميه حنايا بين دونك بدون اساسي دا ما داروش معنا المزيان حنا عندنا معاهم حنايا ما ضمنش معنا هما فاش قالوا العصا عرفتي علاش قال نبغي نوليو مقدميه شوف شوف لا زاد على شي هذا غادي خوتنا المشكله خاصه قال لك تضامنوا معاهم لا لا صراحه تعاملوا معنا هنا شويه الفيزيكو المقطع لا لا الله نتعاملوا مع فهمنا هذه ما تلقوا لنا اللعبه استاذ تلقوا لنا اللعب قال لك سير ماشي قلتي كاين تكافؤ الفرص ماشي قلتي لا لا قلنا ولا لا الله وجي ما فيك امتحان الصراحه دازت في المتناول داكشي اللي خدمنا عليه هو اللي تحط هو اللي لقيناه وكل شيء كان مزيان الحمد لله والشكر لله ولكن واش كاين داكشي اللي قصصها كعلميا داكشي كيعتمد على الفهم اكثر على خدمه بالنقيه هذا ما تسرطاتش متتاليه من الفضاء اعداد العقديه بعدا ما مش حتى شي اعداد عقديه تبداو هكاك والو ما حطيتش فيهم السيلو عونا اللونجلي قلنا العشيه بينا ندخلوا بينا نعوضوا شويه الحراسه والو في اللونجلي زيرو معانا والو زيرو ما خلوناش نقلوا ضغط ليه قبل الفيزيك بعدا دوزناه مزيان الفيزيك كان مزيان وخا صعيب شويه حط لك قال لك حط لنا بابجي في الميكانيك عمري شفت انا شي واحد طايح من السما حسب ليه السرعه ديال بابجي في الميكانيك وراها الفلسفه ما كايناش نقله بعدا فلسفه اه هذا
المتناول داك العدد هذا تنظر عنده فلسفه تنظر عنده فلسفه تقول لها ما دير والو كانت بين مقدمه فلسفه لونغلي انايا هي اللي شتها كاع فيها في هذا الوطن هذا بوحده الحمد لله داك الشيء دات زوين تي كان ما كانش في المتناول كان قاصح شويه اه كان صعيب درتو الامتحان اليوم اليوم دوزناه في السيونس اه حتى الناس بعثت لي ورقات كنت معول على واحد الحاجه تاع ما صدقاتش شنو هي ما عرفناش قول لي الانجلي دوزتي الامتحان لا شقيتها في الانجلي والو كاع انا مكلف في الانجلي على هذا باش تعجبك مراكشيين شي تعرف ليك فهمتي انا مكلخ انا مكلخ جاي من الاخر شوفوا كيفاش دوزت الميد ولا باكالوريا تاج المراكشيين عالم اخنوش زاد في الاسعار وزاد في الاسئله ماشي حال هكا شوف اخويا احنا بحال خرجنا من دراسه محمد الخامس دوزنا المات داكشي تاع داك العام زادونا عليه شي شويه الاسئله وبدلنا التاريخ كما زادوا في الليسانس زادونا في الاسئله وحنا هنا شحين وهاكي وهاكي لا لا وكما تشوفوا الاسئله في المتناول كاين شحنا كما شحنا السياحه كاينه بالترتيب تسنانا وهاكي 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 لا لا طمع البرطة لعتي وعد سلام الحاج أخنوش اللي قال لك بيطور الشباب وبيزيدنا وعد الإفادات وما زادنا والو زاد في الماء زاد واش نبخروا احنا العدس نبخروا الفول واحنا راه نشوف حقت عليك أخنوش ولا حقت عليك بالله انتخابيه واش اعتقل لكم الشباب تقول الحمله الانتخابيه اللي قال لك بين نعاود لكم التربيه وبنزيدكم بزيد العجاله بنزيد البطاله ما زدتش يا ستيف لسانس انا كمان عندي موتور وستيف انا حشومه شكرا اخويا السلام عليكم الاخوان كما تشوفوا يلاه دوزنا الفرد تاع الجهاوي داكشي اللي حفظنا دوك الليالي اللي صارنا وهكا راه لقينا هنايا المهم تقاتلنا ولقينا داكشي اللي حفظنا لقيناه هنا انا هاد الامتحان صعيب وحرصنا ثلاثه بحال بنادوز لكم كور تاع البوليس عباره عن فوري المهم داكشي ماشي هو هذاك وحرصنا ثلاثه عكسو معانا الحمد لله الحمد لله وديما كوكل صراحه فراسي ساهله بيجيب 20 لا 20 ولكن الاسلامي الله يسمح لي اخويا حنا دوزنا الجهوي هو كان الجهوي في متناول اي واحد دار شي حاجه غادي يلقاها الله يحفظك الله الا دوزنا شي حال الجهوي ساهل كيوت كيوت هادي كامله سيزيام تنوي اعدادي الضوحه اه دير مول الضوحه هاد المدغاف وال وداز داكشي على مايوران والاساسي تعاملوا معانا واخا ما كناش تنديروا سوا شي حاجه ولكن هي القرايه اللي ساعدتنا وداز داكشي في الموتان قالش حيدوا لي في اي بي من جيبي الاولى ولكن انا عارف التليفون الثاني لا دابا حنا خدمنا ماشي ما خدمناش ماشي حاجه قالش حيدوا لي وي البنات اللي عندي في هذا الكونسير تصاحبوا مع الدراري براوج ولا شوفوا فين خليتوهم شوفوا فين خليتوهم سيروا تصاحبوا مع الدراري شوفوا انتم كمان ولا تصاحبوا مع يدوزوا عند انستغرام فوق اني واي تشاو بيكم تلقاو في فيديو جديد باي باي بيو.